مشاهدي الاكيل، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم المفضل، برنامج الاكل الاول في الوطن العربي. حلو بقى الاسماء الرنانه دي. المهم حلقه النهارده من مطعم اسمه حلقه السمك، وهو حلقه سمك بجد. يعني انت عندك التشويس بتاع الاسماك والجمبري والحاجات دي كبير قوي. عندهم افتكاسه كده صوصات انت بتختار ان الحاجه تتسوى بيها. يعني عندهم مثلا خمس صوصات كده مختلفين، وانت اللي بتختار ان ايا كان اللي هتاكله، سمك جمبري صبيط او الكلام ده، يتسوى بالصوصات ده. الى جانب طبعا حاجات كتيره، افتكاسات كده وافكار عاملينها فريق المطبخ عندهم. اكتر حاجه شدت انتباهي وللاسف مش هتعرفي تشوفوها عشان انعكاس الاضاءه، ان اكبر بولتي شفته في حياتي مش عندهم في المطعم، لا ده جنبهم في الميه، هو مركب على البحر على النيل يعني. وبعدين وانت معدي كده تبص تلاقي بولتيايه قد كده بتغمز لك بعينيها، حاجه كده نكد يعني. فواضح ان التجربه هتبقى حلوه ان شاء الله. يلا خلينا نبتدي الحلقه وننقل لكم التجربه زي ما بنعمل كل مره. فانت يعني بالفتره بتقعد مع الفريق بتاعك وتعالى نعمل افكار جديده. مظبوط. المزازه بتاعت البرتقال مع السكر بتاع التفاح مع الخس والجمبري والكابوريا والطماطم، المزازه بتاعت الطماطم، بص ميكس كده طعم جوه بوقك. حلو 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 يعني. انا ما اعرفش احط ايه، بس يعني لو مستعمل جبنه مثلا، عايز جبنه احدق شويه او طعمها مميز اقوى شويه. تجربه جميله جدا 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 بامانه، يعني مش بس لان انا عاشق للسي فود، حاسس كده ان وانا صغير كنت سمكه كبيره. شيف حسن، المطعم بقاله كام سنه؟ من 2001، بقاله 16 سنه بالظبط. 16 سنه. انت منهم كام سنه انت اللي شغال؟ 16 سنه بالظبط من اول ما فتح. من اول ما فتح وانت المكسب المطعم. 16 سنه المنيو هو لا، بنغير كل 3 شهور، بنعمل حاجه. كل 3 شهور بنعمل عروض جديده، واللي بينجح منها بنحط في المنيو بتاعنا، بنزود بيه المنيو عندنا. يعني انت السيستم ان انت لكن في حاجه عندنا ستار. عروض جديده دي يعني حاجه عاديه ولا اختراع؟ لا طبعا لازم اختراعات شويه، حاجه يعني مش فوق بره الصندوق. بره الصندوق. حاجه فكرك انت. الله ينور عليك. و16 سنه بتطلع افكار جديده؟ الحمد لله. طب ادينا مثل كده للافكار اللي طلعت قبل كده مش موجوده دلوقتي يعني. تمام. قبل كده عملنا مثلا مهرجان فيه كان استاكوزا، قلنا هنغرق مصر كلها استاكوزا، لان يعني طبعا معروفه ان استاكوزا اغلى حاجه عندنا في السعود. عملنا عرض ساعتها بسعر يعتبر نص التكلفه. ما شاء الله جد حاجه حلوه قوي. اضحكك انا؟ اتفضل. انت اكلت الاستاكوزا ب 15 جنيه؟ يعني انا اكلتها ب 15 جنيه. لا فين؟ في نويبع. في نويبع كنا ندي الصياد 15 جنيه في ايده. ده حاجه كويسه. لا كنا نديله 50 جنيه في ايده ويجيب الشبكه زي ما تيجي ويشتغل. وعايز اقول لك ان كانت بتقف ساعات ب 10 جنيه مش ب 15. ما شاء الله. واستاكوزا قد كده. ده انا اكلت كبد. احنا لازم نروح. ايوه. لا خلاص دلوقتي كله استنصح، كله بقى عارف الاستاكوزا دي غاليه. لا دلوقتي ما شاء الله كانت زمان. لا بس الحمد لله جاب اقبال حلو قوي. طيب في اطباق انت راجل شاف بقى لك كتير. الحمد لله. يعني منهم 16 سنه يعني. مظبوط. بتخترع ازاي؟ يعني بتحط ازاي حاجه على حاجه عشان تعمل حاجه جديده؟ الاول
يعني احنا فريق عامه في المطبخ، في مساعدين معايا، بنقعد نجيب مثلا، هنقول مثلا الشريضه هنشتغل على الجمبري، الجمبري سعره رخيص، ونعمل مثلا منه كذا صنف، حاجه جديده مش موجوده. جمبري سعره رخيص قصدك يعني بيبقى في الموسم، في موسم في نفس الموسم أوكي. موسم مثلا الفسيخ، موسم البوري، موسم الكابوريا، كل حاجه من دي ليها طريقه معينه بنشتغل بيها. جربنا نشتغل بالطريقه شرق اسيا شويه، عجبت الجيست قوي، ودي لسه متميزين بيها لغايه دلوقتي الحمد لله. اوكي، عندك حاجات. فانت يعني بالفتره بتقعد مع الفريق بتاعك وتعالى نعمل افكار جديده. مظبوط. طيب ده بالنسبه للايتمز. طب نيجي بالنسبه بقى للطبخه نفسها. بتقرا في كتب ولا بتاخد ريسبي بتاعت ناس، ولا انت اللي بتالف الريسبي نفسها؟ في حاجات بنالفها حسب الخامات اللي عندنا، بنجرب خضار مثلا يمشي مع الجمبري او مع السمك، لو الطريقه حلوه عجبتنا بنجرب على الجست اللي موجود، بتعجبه احيانا الحمد لله فبنشتغل بيها، وبرده بعض الافكار بناخدها من عن طريق النت. طيب بس في ال 16 سنه ومع الافتكاسات والافكار، المنيو الاساسي اللي هو بتاع السمك العادي اللي الناس كلها عارفاه ده موجود؟ مظبوط. ده ما بيتغيرش، اللي هو السمك برده مش عارف ايه مقلي مش عارف. ده موجود. الحمد لله متميزين بحاجات تانية جديده شويه. انتوا متميزين بكل حاجه الحمد لله، يعني كفايه الفيو اللي عندك يعني. يلا من ذوقك. اوكي، وحسيت ان الناس بتقبل اكتر على الاطباق التقليديه ولا الافتكاسات؟ لا الافتكاسات فعلا. ده دايما كان المصري معروف ان هو ايه، يحب على قديمه. قديمه في حاجات موجوده بس لازم عشان ما ملش، والحمد لله نقدر نستمر 16 سنه كمان يبقى في جديد عندنا، فده اللي بيجيب العملاء عندنا. طب والنجاح، نجاح الشيف ان انت الجاست يجي لك وينبسط، ولا انه يجي لك كتير؟ لا يجي وينبسط الاول. ده النجاح. تكرار الزبون يجي لك ده مش نجاح؟ التكرار بيجي الحمد لله كتير، وفي زبائن معروفه بالاسم وبيجي يسالوا علينا بالاسم، احنا جايين عشان ناكل حاجه عندكم معينه. طيب انا جاي النهارده طبعا انا هدوق حاجه كتيره، بس اللي شد انتباهنا موضوع ان انت بتختار انت الصوص اللي يتعمل لك بيه الاكل. دي طريقه جديده الحمد لله. ايه جت ازاي الفكره دي وبتنفذ ازاي؟ دي جبنا صوصات من شرق اسيا مع صوصات ايطالي، وعملنا ميكس بين الاثنين في المطعم طبعا مع الغرب والشرق اللي عندنا، وجربنا مع الزبون ان انت تختار محتاج التسويه بتاعتك ايه. نفس فكره الايطالي اللي انا اخد مثلا باستا واختار الصوص اللي انا عايزه. أوكي. دي كانت الفكره منها كده. وعملتوا اربع صوصات؟ عملنا خمس صوصات. خمس صوصات اللي هو السويت تشيلي، السويت تشيلي والريد تشيلي والليمون باتر والبلاك بيبر والتاي كاري. ريد كاري، كاري حاجه مش كاري، كاري تايلاندي، كاري تايلاندي اللي هو الاحمر. مظبوط. وزبده وليمون. مظبوط. انا بحاول اترجم. والسويت تشيلي ده اللي هو حراق ومسكر شويه ومسكر، وفي سويدان ساور. سويدان ساور ده حادق وحلو. حادق وحلو. وفي الصوص بلاك بيبر اللي هو الفلفل الاسود. فلفل اسود. وانا اختار اي حاجه هي كانت سويها لي بالكلام ده، سمك جمبري جمبري سبيط اي حاجه، واحنا نسوي بالطريقه بتاعتنا. دي كانت الفكره اللي دي بلد ايه الفكره دي؟ نجحت. شرق اسيا بقى لها قد ايه؟ بقى لها 16 سنه من ساعه ما فتحنا المطعم. وانت عندك دي؟ الناس بتيجي مخصوص عشان الحكايه دي. طيب ناس كتير قلدتنا بس ما جابتش. طيب نفس بص يعني انا يعني عاده ما بحبش ادي الكلام وقت طويل عشان اركز في الاكل. تمام. وانتوا اكلكم حلو فانا عايز اركز في الاكل، وانتوا كمان سي فود، فانا ده نمره واحد عندي. ف اشكرك على وقتك، ونتكلم انا ما بيني وما بين الكاميرا بقى بعد ما بيني. ان شاء الله. شكرا. شكرا. بالجمبري، انا اكلت قبل كده حمص بالحمص زيت زيتون وحب الحمص، وكلت قبل كده حمص باللحمه مقطعه صغير، وكلت قبل كده بالسجق، وكلت قبل كده حمص بكبد الفراخ، انما حمص بالجمبري دي جديده. وسلطه الرنجه بتاعتهم عنجله. نبتدي بالسي فود سالاد. انا شايف هم حاطين برتقان وتفاح كابوريا جمبري، بحاول كده اخد شوكه اللي هي فيها كل حاجه. استخدام الفاكهه
مع الجمبري والكابوريا مديله شويه طابع اسيوي، شويه طعم في الطعم. بص هقول رايي بصراحه، هي طعمها حلو وعجباني طبعا، ولكن قلبه شويه على سلطة فروت، تحس كده ان هو عامل سلطه فواكه معاها جمبري. للي بيحب الميكس ده طعم حلو. المزازه بتاعت البرتقال مع السكر بتاع التفاح مع الخس والجمبري والكابوريا والطماطم، المزازه بتاعت الطماطم، بص ميكس كده طعم جوه بوقك حلو 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 يعني. جرب بقى الحمص بالجمبري. ده جامد قوي، ده جامد قوي ده، ولازم يتاكل باصوله يعني. حمص معروف على طول انه عيش، وكمان الجمبري بالصوص بتاعه في النص لازم تاكل بعيش يعني، ملهاش حل. ده جامد قوي ده. واللي عاجبني انه مش مجرد ان هو مركز في ان في جمبري وخلاص، لا الحمص اوريدي مظبوط طعمه من غير الجمبري. تحفه. طيب ونيجي بقى للسلطه الثالثه، سوري للسلطه الثالثه، وهي سلطه الرنجه بالطحينه. دي بكر بيحبها رغم ان هو ملوش في السي فود قوي. قوم واخد انا البصله دي بقى، انا بالنسبه لي رنجه يعني بصل، لازم اكل معاه بصل. الخلطة حلوة، بس في مية، في منزلة مية تحت شوية زيادة. سنة ال مش عارف بقى الطحينة اللي خفيفة ولا السمك بينزل ميته مع البصل وكده، مش عارف، بس هي الخلطه حلو، خلطه بجد حلو. اوكي نخش بقى في الجد. السرقة لا تغدي، السرقة لا تغدي. سرقت واحدة من دول قبل ما نصور، طلعت حراقة. كله بيقول تستاهل. طيب تعالوا، ده سويت شيلي، صبيت معمول بالسويت شيلي كاليماري. ده بلح البحر معمول بالبقسماط والبشاميل. ده ليمون باتر، جمبري
وصبيت معمول بالزبده والليمون. ودي الشوربه بتاعتهم اللي الشيف صمم ان انا لازم ادوقها. خليها كده، بحاول اخليها ما تبقعش الترابيزه بس اهو. طيب نبتدي بالشوربه. فيها جبنه، انا متاكد انها فيها جبنه، فيها طعم جبنه، فيها طعم جبنه. حلو، هي صغنونه بس طعمها حلو قوي. طبعا انا عندي دايما اعتراض، مش هنا مش في المطعم، يعني معظم مطاعم السمك لما بتعمل شوربه بتعملها بالحاجات تمصمص. انا ده عندي اعتراض فيها، طبعا هتلحوس ايدك لحواس السوداء ان انت تطلع مثلا الجندوفلي دي من الصوص الابيض وتاكلها، هتبقى ايدك كلها يعني. فانا دقت الشوربه ودقت الحاجات اللي هي المخليه لان فعلا طعمها حلو، بس انا شخصيا بفضل الشوربه المخليه عشان ما تقعدش تعك بايدك وبتبقى طبعا مبلوله من الشوربه نفسها، فتلاقي ايدك كلها شوربه. تحفه، طعمها فعلا مختلف. طيب نبتدي بقى بالليمون باتر او الزبده والليمون. هناخد واحده جمبريايه. ياه جمبريايه ايه متغذيه. ندول اول الحبار او صبيت او هو الليمون هنا شبه الليمون جراس، مش الليمون بتاعنا. مدي فعلا طعم الليمون جراس حلو قوي. جديده دي، انا اول مره ادوقها بس بجد حلو. خلطة حلوة، والجمبري نفسه حجمه حلو، تخين، بيعض، فريش. حلو قوي ده بجد، طبق حلو قوي. طيب ناخد بقى بلح البحر. ده أكبر بلح بحر شفته يعني. بلح بحر عادة بيبقى مطول وقد كده، بس لما قلت ماسلز قالوا لي لا ده بلح بحر. طيب الطريقه اللي انا اكلت بيها اول مره دي مش عمليه بالمره. انا كنت فاكر ان هم شايلين بلح البحر من القوقعه، عاملين الخلطه وبعدين مرجعينها تاني، فطلع انه لا، بلح البحر ماسك في القوقعه زي ما هو، فبالتالي يفضل ان انت تفضيها بالشوكه زي ما انا عملت كده، وبعدين تاكل الخلطه مع بعض. حلوه، طعمها حلو بس مايع شويه. مايع بمعنى عايز شويه فليفر، عايز شويه نكهه. لو هو انا ما اعرفش هو حط ايه، بس يعني لو مستعمل جبنه مثلا عايز جبنه احدق شويه او طعمها مميز اقوى شويه. لو في حاجة مخلية الطعم رغم انه حلو فلات عادي، مش مميز، رغم ان الخلطة حلوة قوي. انا عارف ان هو حاطط بقسماط وحاطط بشاميل والقوقعة كبيرة،
فانت واكل لحمه، والخلطه انا شايف فيها طماطم وفلفل وفيها حاجات كتير. حلوه طبعا، ما اقدرش اقول لا، بجد حلو، بس عايزه سن الكسره، مش عارف بقى بتعمل ازاي، انا مش شايف يعني. طب نيجي بقى للحراق، بما اني هاكل حراق، هو الشيف ضحك عليا وقال لي مش حراق قوي، لا يعني هي سويت شيلي بجد، سويت شيلي على ابويا. بس الحلو بقى، الحلو في دي رغم ان انا ما بحبش الحراق وبقي مولع دلوقتي، ان ما هواش السويت شيلي الخواجات اللي بتشتريه جاهز في السوبر ماركت، لا دي حاجه هو عاملها غالبا لانها حرشه، مديه على طعم الطماطم المصري المتسبكه الحلوه. زي بقول لكم رغم ان انا ما بحبش الحراق، بس لازم اقول انها حلوه. دي بقى على عكس اللي كنت بقوله على المسلز او بلح البحر، دي ليها كاركتر او ليها شخصيه، حرشه دي عايزه شويه رز وسمك وتحط ده من ده على ده بالصوص وتقلب. طيب ندخل على اللي بعده. لا جد الجد ده جمبري معمول بصوص الاعشاب ومحطوط في بطاطس بيوريه، ده جمبري بالموتزاريلا، خلطه وموتزاريلا، ودي سمكه القاروص مفتوحه ومحشيه سي فود، حاجه على خفيف كده. هبتدي طبعا بالموتزاريلا قبل ما تجلد. اوكي، بصوا بقى، انا اعشق الجمبري واحب الموتزاريلا، الاتنين على بعض عاملين خلطه غريبه على بقي. طعم الموتزاريلا مغطي على طعم الجمبري، وطعم الجمبري مغطي على طعم الموتزاريلا، فعندك خلطه كده انا مش فاهمها، وما افتكرش ان انا هفهمها لو دقت تاني حته. هو الشيف طبعا عامل الميزان ميزان من حرير زي ما بيقولوا، ولا ميزان من دهب. الطعمين داخلين في بعض، في نفس الوقت اللي انت عندك عضه الجمبري عندك السلاسه بتاعت الجبنه السايحه. برافو يا شيف، هي غريبه وجديده بس برافو طيب ندوق بقى الجمبري بصوص الاعشاب، من ضمنها الروزميري يعني لان انا شفته طبعا. ده بقى اللي تاخد منه عضه الجمبري زي ما هي، بقك يلعب وريقك يجري. ناخد كده البيوريه مع شوية لا لا لا، ده مفتري، ده مفتري. ناخد بقى كده نغير طعم بقنا.
وندخل على هذا الشيء. المفروض مع السمكة دي يبقى في اللي هي السكينة اللي عاملة زي المغرفة دي، السكينة المبططة عشان تسحب بيها صح. بس يعني أنا هعملها بالطريقة البلدي. ندوق بس السمكة الأول. طبعا هو معروف أصلا إن السمكة القروش لحمتها من أحلى أنواع لحمة السمك يعني. فأنت لوحدها من غير الخلطة أوريدي حاجة نكد. وطبعا في الحالة دي المفروض إن المعلقة تبقى المعلقة العادية مش المدورة بتاعت الشوربة عشان تقدر تعمل كده. يا اختي على الفوسفور يا اختي. انا همشي انور النهارده. انا عارف البتاع دي هي جزء من الكاليماري، هي جزء من الكاليماري وليها اسم. انا مش اسمه ايه؟ ايه؟ لا لا ليها اسم، ليها اسم الحته دي. دي اللي هي بتبقى في الاخر خالص بتاع المدوره الصغيره اللي كانت في بقي دلوقتي دي، اخر حته في الاخطبوط، في رجل الاخطبوط او يعني الحبار يعني. اخر حته في رجل الحبار. برافو يا شيخ. طيب تعالوا بقى نلخص التجربه بعد ما نقول اسعار. دي دموع الفرحه من كتر السي فود اللي اكلته. عندنا الاول اللي هي دي الجمبري بصوص الاعشاب دي ب 85. طبعا شايفين حجم الجمبريه، فبالتالي بتشرح نفسها. نيجي بقى للشوربه 45، هو 44 99 قرش، فيعني هو 45. انا هقرب الاسعار، ما بقتنعش بموضوع 99 قرش دي، فانا هقرب الاسعار يعني. الشوربه ب 45، سلطه السي فود اللي هي كانت بالفواكه ب 54، سلطة الرنجة ب 40، جمبري الموتزاريلا اللي هو ده ب 200، الجمبري والصبيط اللي خدناهم بالصوصات، هو الصوص ليه سعر، الجمبري او الصبيط ده بالوزن حسب سعر اليوم، يعني طبعا انتوا عارفين دي عامله زي البورصة كل يوم سعر شكل يعني. الراتشلي صوص، الصوص نفسه ب 40 على الكيلو، يعني 40 جنيه على الكيلو للصوص. والزبده والليمون والثوم نفس الحاجه. الفلفل الاسود 30 جنيه على الكيلو. التاي كاري ب 25 جنيه على الكيلو، يعني احنا ما دوقناش الكلام ده، الباقي كله 25. اوكي، عايز اوريكم برضو المنيو. من المنيوهات اللي بتبقى حلوه ان هو بيوريك انت بتاكل ايه. يعني بينقي اطباق معينه ويوريها لك، فزي ما انتوا عارفين العين دايما بتاكل اكتر قبل البق يعني. اوكي. طبعا انت قاعد قعده خلابه. اي قعده في نيل مصر او على نيل مصر انا بتاكل دماغي. يعني عايز اقول لك انه سافرت كتير وشفت انهار كتير وكل حاجه، في حاجه في النيل لما بتقعد تاكل عليها بتريح الاعصاب بطريقه فظيعه. وجمال برضو احنا عندنا التكه كده رغم الزحمه والبولوشن وقول اللي انت عايزه، انما تيجي تقعد على نيل مصر تحس كده بارتياح زي ما تكون رجعت لاصلك، يعني كل اللي حواليك ده مش موجود. فهو نفس الحاجه، انت قاعد على النيل اوريدي هو كسب 50% من قلبك. بعد كده بتقعد وتاكل وتشوف الاحترافيه في تحضير الاكل والمطبخ، والمطبخ كبير لانه طبعا مجموعه مطاعم وده واحد منهم، لا عنده امكانيات والشيف والمساعدين بتوعه مستغلين الامكانيات دي حلو. فانت بتيجي تقعد قعده حلوه وبتاكل اكله حلوه
السعر طبعا كل واحد عارف ميزانيته، يعرف هو يقدر على ايه وما يقدرش على ايه. تجربه جميله جدا 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 بامانه، يعني مش بس لان انا عاشق للسي فود، حاسس كده ان وانا صغير كنت سمكه كبيره، يعني انا كل ما هو سمك وجمبري وجندق بموت فيه. المهم يعني فتجربه جميله تستاهل الواحد فعلا يروح لها بالمشاوير ايا كان انت ساكن فين. اشكركم على حسن متابعتكم ونشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله من الاكل.